مشخله وصلت مشخله وصلت. وهذا ترى بعد بيتك عمتي. نرحب بكم بورشة عملنا هذه اللي نهدف من خلالها أن نعلمكم وندربكم إيش قايل تبنون أعمالكم التجارية على أساس علمية صحيحة. أنا أول مشروع تجاري بدأته في حياتي كان صناعة الجلود الأصلية. أكيد كنت تصدرها المصنع عشان أطلب يثبتون. لا، أنا بديت أساعد أبوي في الشغل وأنا عمري 10 سنوات. حرام عليك، ليش تحطم حلمي؟ ليش ليش؟ قاش قاش قاش. ها دوك يود. يا خدا